الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ صدق الله العلي العظيم. النقاش المذهبي نقاش الشيعة مع العامة نقاش راقي إلى حد ما، أكثر البشر في مجال العقيدة يعيشون في مراحل هابطة بدائية جدا، نحن مع العامة قد تجاوزنا تلك المراحل، أربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الإلحاد التي يعيش فيها ربما مئات الملايين، البعض تخطوا المرحلة الأولى وصلوا إلى المرحلة الثانية، مرحلة الاعتقاد بوجود خالق ولا غير، لا يعتقدون بأي دين بأي منهج، يعتقدون بأنه نعم يوجد للعالم خالق. واليوم لعلي لا أبالغ إذا قلت أنه مئات الملايين من البشر يعتقدون هذه العقيدة. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة الاعتقاد بالخالق والاعتقاد بدين بمنهج،
المرحلة الرابعة مرحلة الاعتقاد بالخالق والاعتقاد بدين، وهذا الدين دين سماوي ولو في مرحلة زمنية معينة، الدين دين سماوي كالنصرانية كاليهودية وغيرهما. نحن مع العامة تجاوزنا هذه المراحل الأربع، نقاشنا في العقيدة مع العامة يكون إلى حد ما نقاشا راقيا. هذه المراحل عرفناها وتخطيناها، نناقش في تفاصيل الدين الأخير السماوي وهو الإسلام. هناك نقاش أرقى من نقاش الشيعة مع العامة، النقاش الشيعي الشيعي، هذه مرحلة أرقى طبعا، لأن هذا النقاش يكون قد تجاوز المرحلة الخامسة أيضا، مرحلة إثبات أن الإسلام له ركن، بدون هذا الركن الإسلام ليس دينا مرضيا لله سبحانه وتعالى، وهو ركن الولاية. أنا الشيعي مع شيعي آخر، تجاوزنا هذه المرحلة أيضا، نناقش في تفاصيل الولاية لا في إثبات الولاية. فعندما يكون الإنسان في مجتمع شيعي أو في بلد شيعي، النقاش يكون المفروض أن يكون النقاش راقيا جدا. المفروض أن لا ينزل الإنسان إلى نقاشات بدائية. إذا كان الإنسان يعيش في مجتمع خليط من الشيعة والعامة، المفروض أن يكون النقاش في هذه المرحلة لا أن ينزل الإنسان. نعم، الذي يعيش في مجتمعات خليطة من المسلمين وأهل الكتاب وبقية الكفار والملحدين يضطر أن ينزل المستوى إلى أدنى المراتب فيناقش أبدأ البديهيات، اضطرار. ذاك الشخص لا يعرف أبدأ البديهيات، ينكر أبدأ البديهيات، الإنسان يضطر في النقاش معه أن ينزل بمستواه إلى أدنى المستويات فيناقشه. وهذه طبعا مشكلة، هذه مصيبة بالنسبة للشخص الراقي يريد أن يناقش نقاشات هابطة جدا بمستويات متدنية جدا، هذا جدا صعب على الإنسان، هذا متعب نفسيا. الذين يعيشون في تلك المجتمعات الخليطة يعانون، لعلهم لا ينتبهون إلى هذه المعاناة، ولكن هذه المعاناة موجودة. شخص بروفيسور يضطر أن يناقش في أمور تدرس في الابتدائية، هذا جدا صعب، هذا متعب نفسيا، لأن الطرف الآخر لا يعرف إلا المستوى الابتدائي. هذا في مجال العلم، ذاك في مجال الدين. الذي يحدث أحيانا لبعض المؤمنين الكرام أنهم من غير ضرورة، من غير حاجة، في مجتمعات راقية في مجال العقيدة يهبطون بالمستوى إلى نقاشات بدائية بصورة عامة، هذا شيء خطأ إلا لاستثناءات ثلاث.
أنت في مجتمع شيعي مع شخص شيعي تناقش أمور مرتبطة بالإلحاد، باستثناء ثلاث حالات، في هذه الحالات لا، ممكن الإنسان يناقش الأمور البدائية بصورة عامة، هذا شيء خطأ باستثناء هذه الأمور الثلاثة. تكون مع شخص بمستوى راقي، ناقش هذه المستويات الراقية، ارتقي. أنت حصلت على شهادة دكتوراه في مجال، في مجلس رأيت شخصا آخر حاصل على شهادة الدكتوراه في ذلك المجال، تناقشه عن أنه 1+1=2 أم لا؟ خطأ. تناقشه عن مراحل المتوسطة؟ خطأ. تناقشه عن مراحل الثانوية؟ خطأ. تناقشه عن مرحلة الماجستير؟ خطأ. أنت تخطيت هذه المراحل، المفروض أنك تستغل الفرصة تناقشه في أمور في هذا المستوى، لا أن تهبط بنفسك وبالطرف الآخر إلى مستوى داني. هذا ما يحدث أحيانا. هذا الموضوع إجمالا نغلقه الآن. هذا الموضوع مهم جدا، ونقع في أخطاء، بعض المؤمنين يقعون في أخطاء في هذه القضية، في هذا الموضوع. ما هي الاستثناءات التي تبيح النقاش الهابط، المستوى الهابط من النقاش مع شخصيات كبيرة في مستوى راقي؟ الاستثناءات ما هي؟ ثم الشواهد من الآيات القرآنية والروايات الشريفة في هذا المجال. هذا الموضوع نغلقه الآن. طبعا هذا الموضوع لا يختص بالنقاش، هذا الموضوع أوسع. نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى عليك، استفد من هذه النعمة. أوصلك الله سبحانه وتعالى إلى مستوى، ارتقي، حاول دائما أن ترتقي. إذا تحدث الإنسان، فكر الإنسان كان عن مستويات هابطة، يبقى في هذا المستوى. إن لا يسبب ذلك له نزولا، على الأقل يبقى في مستوى. خلاص نترك الموضوع جانبا، وهذا الموضوع مهم، إن شاء الله نكمله في فرصة أخرى إن شاء الله. نحن لازلنا في أجواء الذكرى السعيدة العطرة المباركة لميلاد خاتم الأنبياء، الله صل على محمد وآل محمد. والذكرى العطرة المباركة لميلاد حفيده الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه وسلم. أقرأ لكم حديثين شريفين في مجالين مختلفين، وبعض التعليقات السريعة. الحديث الشريف الأول حديث نقله الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف بسند، حسب تعبير بعض العلماء، بسند أعلائي، السند جدا رفيع. كل رجال السند في هذا الحديث الشريف ليسوا فقط ثقات، بل أجلاء، بل علماء، بل كلهم فقهاء كبار، وجوه الشيعة، من وجوه الشيعة كل السند من الكليني إلى الإمام. عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليهم الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل
قبل أن أقرأ الرواية الشريفة. لماذا أذكر أن هذا السند سند صحيح؟ من أصح الأسانيد يعتبر هكذا سند. هذه القضايا لا تحتاج إلى سند، هذه القضايا متواترة، التواتر لا يحتاج أن تذكر له سندا. ولكن للأسف أن البعض يشكك في بعض الأشياء فيضطر الإنسان أن يذكر هذه الأمور. هذا كنموذج من الروايات الصحيحة بلا إشكال، صحيح سندان قصدي، ولا هذا المعنى أصلا يعتبر من البديهيات عند المؤمنين. قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: إنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا من خصائص خاتم الأنبياء وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. لم يكن صريح بعض الروايات الشريفة أن هذا لم يكن لأي نبي ولأي رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وآله التفويض. كل نبي أو رسول، كل رسول كان له شيء من الولاية التشريعية، شيء كان له شيء من الولاية التكوينية، تفويض ما كان، تفويض مطلق ما كان. حتى سادة الرسل وهم أولي العزم باستثناء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، بقية الرسل ما كان لهم تفويض مطلق صريح. بعض الروايات هذا الشيء أن هذا خاص برسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. إن ثم فوض إليه أمر الدين والأمة، لعله كلمة الأمة بمعنى الولاية التكوينية، أمر الدين الولاية التشريعية. ثم فوض إليه أمر الدين والأمة، يعني وأمر الأمة، ليسوس عباده، ليصلح أمور العباد. فقال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا، الله يسدده، موفقا، الله يوفقه، مؤيدا بروح القدس. ما هو روح القدس؟ لا أريد أن أكرر ما قلته في جلسة قبل لعله سنوات، خصصت حديثا عن روح القدس. روح القدس ما هو؟ لا تقول ما هي، الروح مؤنث، روح القدس هذا الروح مذكر، هذا غير ذاك. الروح التي هي في الإنسان في اللغة العربية مؤنث، تقول الروح هي، لا تقول الروح هو، هذا شيء ثاني. تنزل الملائكة والروح شيء ثاني غير تلك الروح الموجودة في نفس الإنسان، واضح؟ ما هو روح القدس؟ روح القدس فيه تفصيل لا أتمكن أن أذكر لكم النتيجة التي توصلنا إليها، لأن النتيجة كانت عبر مقدمات. هذا شيء مهم جدا، به كان الله عز وجل يؤيد ويسدد رسول الله صلى الله عليه وآله. أين روح القدس؟ هذا له مجاله. مؤيدا بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق في سياسة الخلق، لا يزل لا يخطئ. فتأدب صلى الله عليه وآله بآداب الله عز وجل. الحديث له تتمة، من أراد أن يراجع هذا الحديث في الكافي الشريف المجلد الأول صفحة 266. حديث شريف آخر
هذا الحديث طبعا هذا المعنى ورد في أحاديث عديدة. إحدى النصوص المعنى نفس المعنى، العبارات مختلفة متعددة عن العديد من المعصومين عليهم الصلاة والسلام. في حديث مشهور عن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد. الحديث جدا لطيف وعجيب. هناك حجب، شخص ما عنده كارت معين لا يدخل في أماكن مهمة، في أماكن لها أهميتها تحتاج إلى كارت. هذا الكارت فيه شيء حديد من شيء كذا، فيه المعلومات، تفاصيل المعلومات، يجعل الجهاز هذا الكارت صحيح، تفضل، غير صحيح، مزور، ارجع. هذا عمل البشر، عمل الملائكة أسرع، أدق، أفضل، أصلا لا قياس بين عمل البشر الضعيف وبين عمل الملائكة. هناك حجب، أي دعاء، عبارة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب عن السماء، كل دعاء محجوب عن السماء. هناك حجب، بمجرد ما الدعاء ينطلق يريد أن يصعد إلى السماء، هذا الدعاء فورا شيء واضح، الملائكة لا تحتاج إلى جهاز، لا تحتاج إلى كارت، لا تحتاج إلى شيء، ترى النور. دعاء ما فيه نور خلاص ارجع هو يضرب به على رأس الداعي، لا يصعد إلى السماء بل يضرب به. يضرب به يعني ماذا؟ يعني يخسر شيئا، فالضربة تصيبه أيضا. الدعاء محجوب، بمجرد أن يكون هذا الدعاء، الملائكة يرون هذا الدعاء فيه نور، يتبين أن هذا الشخص قبل الدعاء صلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، صلى على محمد وآل محمد، تفضل، الدعاء يصعد. هنا أذكر لكم رواية شريفة ثانية سريعة بسرعة وأعلق بعض التعليقات السريعة. حديث شريف آخر في الكافي الشريف، هذا الحديث الثاني في ثواب الأعمال لشيخ الصدوق صفحة 155. طبعا قلت لكم هذا المعنى وارد في روايات مستفيضة، في روايات أخرى أيضا بعبارات شبيهة بهذه العبارة، لكن هذا الحديث في ثواب الأعمال صفحة 155. حديث شريف آخر في الكافي الشريف المجلد الثالث صفحة 322 عن عبد الله بن سنان، في بعض النسخ عن عبد الله بن سليمان أيضا، عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان، الحديث سندا صحيح. قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة، في الصلاة الواجبة، يذكر النبي يدعو أو يسمع لعله يذكر عنده يعني، وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا، فيصلي عليه وهو على تلك الحال، إذا هو في هذه الحالة أيضا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح، وهي 10 حسنات يبتدرها 18 ملكا أيهم يبلغها إياه. لا أقول نزاع ولكن مسارعة إلى الخير، الملائكة تتسارع، أي الملائكة يبلغ هذه الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. 3 ملاحظات سريعة. هناك شيء، هناك سلام، هناك صلوات. السلام على رسول الله، الصلوات على رسول الله، هذان شيئان مختلفان، البعض يحدث عنده خلط بينهما. الزيارة تكون بالسلام لا تكون بالصلاة، تريد أن تزور معصوما تصلي على ذلك المعصوم، لا، هذه ليست زيارة. الصلوات لها قيمتها العظيمة العظيمة ولكنها ليست زيارة، الزيارة سلام. شخص يريد أن يزور المعصوم
المعصومين عليهم الصلاة والسلام يصلي عليهم. الصلاة، الصلوات على المعصومين لها قيمة عظيمة جدا، ولكن هذا الشخص ما زار المعصومين، صلى عليهم. تريد أن تزور النبي صلى الله عليه وآله، سلم عليه. تريد أن تصلي عليه، صل عليه. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولكن الصلاة ليست زيارة. هناك زيارات للمعصومين عليهم الصلاة والسلام، هناك صلوات على المعصومين، الصلاة على النبي، الصلاة على الإمام أمير المؤمنين، الصلاة على الصديق الكبرى. عندما تريد أن تزور لا تقرأ الصلوات. الصلوات لها مجالها ولها قيمتها، لا شك في قيمتها، ولكن هذه ليست زيارة، زيارة السلام. إذا تلاحظون في كل الزيارات، بدايات الزيارات السلام، تسلم على المعصوم. حتى الزيارة المختصرة، تصعد على أعلى مكان في دارك أو تخرج إلى الصحراء، تتوجه إلى كربلاء، تقول السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، السلام. الزيارة هي السلام، الصلوات شيء ثاني. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وحده لا بأس به. تريد أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله، تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، جيد، لا بأس به. بخلاف الصلوات، الصلوات على رسول الله وحده من دون ذكر الآل، إما من الأعمال المحرمة كما أفتى بذلك بعض الفقهاء، أو من الأعمال المكروهة كراهة شديدة. ورد في روايات عديدة النبي صلى الله عليه وآله كان يغضب. الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله يلزم أن يكون مقترنا بالصلوات على آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما السلام، تريد أن تسلم على النبي وعلى الآل صلوات الله عليهم أجمعين، جيد. تريد أن تسلم على النبي وحده لا بأس، كما كان يفعل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون السلام عليك يا رسول الله. نحن في الصلاة ماذا نقول؟ نقول السلام عليك في التشهد، في السلام يعني، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طبعا السلام الثاني أو الثالث لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن هذا شيء مستقل. السلام على رسول الله وحده لا بأس به، الصلوات على رسول الله من دون ذكر الآل، هذا يعتبر شيئا سيئا قطعا، إما إلى درجة الحرمة كما أفتى بعض الفقهاء، أو إلى درجة الكراهة الشديدة. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، الشخص يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. لماذا؟ لأنه ذكر اسم النبي، لأنه سمع اسم النبي، بل حتى بعض الفقهاء راجعوا موسوعة الفقه المجلد، لعله في مجلد الواجبات بمناسبة ذكرها السيد رضوان الله عليه بعد 90، مجلد 91، مجلد الواجبات، لعله هناك بمناسبة يذكر السيد رضوان الله تعالى عليه هذه المسألة، أنه يستحب ذكر الصلوات على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد عند سماع اسم النبي، عند سماع ألقاب النبي، عند سماع أوصاف النبي، حتى عند سماع الضمائر التي تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. يستحب ذكر الصلوات شفاها إذا الإنسان ذكر، يستحب ذكر الصلوات كتابة، لا يكتب الإنسان صاد، لا يكتب صلى الله عليه وآله مثلا، أو أي عبارة ثانية بهذا المعنى. عند ذكر الاسم الشريف مستحب ماذا؟ الصلوات، لا السلام. السلام شيء حسن، أما المستحب ما هو؟ المستحب الوارد المؤكد عليه الصلوات. السلام له مجاله، يريد الإنسان أن يذكر مع الصلوات السلام، شيء ممتاز،
لا بأس به. هناك قاعدة، هذه القاعدة أسستها عشرات الروايات الشريفة، القاعدة أن المعصومين عليهم الصلاة والسلام يشتركون مع رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء إلا ما خرج بدليل خاص. كل ما كان لرسول الله فهو لأمير المؤمنين، كل ما كان لأمير المؤمنين فهو للإمامين الحسن والحسين، كل ما كان للإمامين الحسن والحسين فهو لأبنائهم صلوات الله عليهم، للصديق الكبرى سلام الله عليهم أجمعين. هم مشتركون في كل شيء إلا ما خرج بدليل نبوة النبي. أمير المؤمنين ما كان مشتركا في نبوة النبي، ما كان نبيا، هذا استثناء. بصورة عامة كل شيء مشترك بينهم. من هنا من سمع أو من قال اسم واحد من المعصومين عليهم الصلاة والسلام يستحب له ماذا؟ الصلوات لا السلام. البعض يكتب مثلا أو يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يكتب ماذا؟ يقول الإمام الباقر عليه السلام. السلام على الإمام الباقر شيء ممتاز، ولكن المطلوب ليس السلام، المطلوب الصلوات. قل عليه الصلاة، قل صلوات الله عليه. تريد أن تكمل قل عليه الصلاة والسلام، لا بأس. ذكر السلام لا بأس به، بس ولكن الاكتفاء بالسلام لعله خلاف هذه القاعدة وخلاف ما ورد من أن الإنسان إذا سمع اسم النبي قال اسم النبي يذكر الصلوات. هكذا بالنسبة للمعصومين عليهم الصلاة والسلام. تريد أن تصلي، طبعا الصلاة على رسول الله والآل هذا خاص باسم النبي، بقية المعصومين ليس بالضرورة أن تصلي عليه وعلى الآل. يعني تقول الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، لا بأس تصلي عليه فقط. هذا الذي الإنسان يصلي عليه وعلى آله هذا هو إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله. بقية المعصومين إذا ذكر الإنسان أسماءهم الشريفة، سمع الإنسان أسماءهم الشريفة يصلي يريد أن يسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه، ممتاز. لا يريد أن يكمل السلام، لا بأس يقول صلوات الله عليه، أما يكتفي بالسلام لعله لا يكون كافيا في أداء هذا المستحب المؤكد. وهذا المستحب المؤكد أسسه الله سبحانه وتعالى بطريقة عجيبة. هذه الآية المباركة التي هي في ذكر الصلوات، هذه الآية آية جدا عجيبة. كيف بين الله سبحانه وتعالى هذا الشيء المطلوب من الناس بهذه الصيغة العجيبة؟ هذه الآية المباركة آية الصلوات بحاجة إلى توقف عند كلماتها، عند طريقتها، طريقة جدا عجيبة وجدا جدا جميلة. هذه الآية المباركة أسست لهذا الذكر الشريف الذي له قيمته، الرواية الشريفة الكثيرة تتحدث عن هذا ذكر الشريف، إن الله وملائكته. أحيانا الإنسان بتأمل إذا يريد أن يراجع التفاسير، يراجع الكتب التي كتبت في التدبر في القرآن الكريم، هذا شيء حسن جدا، عظيم جدا. حتى لو كنت ليس لك مجال أن تراجع تلك المصادر في معاني هذه الآيات القرآنية وفي دقائق هذه الآيات القرآنية، أحيانا الإنسان بتأمل يذكر، يقرأ هذه الآيات المباركة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو رحمة للعالمين، ببركات أهل بيته الطاهرين، ببركات الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.